السؤال الرابع يقول: هل يراعى في مسألة الكفاءة في الزواج جمال الخلقة؟ مثلا يسمع بالموت يخاف، أو يرى ميتا، أو يرى وحشا فيخاف، هذا خوف طبيعي. قال: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. ولا يجوز أن تلبس شفافا أو قصيرا بحيث تستبين عورتها، هذه لا يجوز. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.